بعد أشهر من الترقب ينتظر سليمان الفلاح الستيني ما ستجود به الأرض من عدس في موسم الحصاد هذا العام. يصفه الناس بأنه طعام الفقراء، أما بالنسبة للمزارعين البسطاء في قطاع غزة فإنه يمثل مجرد مصدر دخل موسمي بسيط. لم يسلم تسويق محصول هذا العام من تأثيرات وباء كورونا. غلق الأسواق وضعف القدرة الشرائية يزيدان من صعوبة تعويض تكاليف زراعته المرتفعة نسبيا. كانت أمطار خفيفة وقليلة ما نفعش فيها العدس، تعشيب وعمال غاليين ودراس غال علينا، والحمد لله بنمشي مع الناس. ثمن الكيلوغرام الواحد يعادل الدولارين، مبلغ زهيد بالكاد يعين المزارعين على قسوة الحياة. لطالما وصف العدس في الموروث الشعبي بأنه لحم الفقراء، واليوم أضحى طبق إفطار رئيسي ووحيد على موائد آلاف الأسر الفقيرة في القطاع، والذي تعد نسبة الفقر فيه من بين أعلى النسب في العالم. في بعض الأيام لا يجد هذا المطبخ سوى العدس لطهيه وتقديمه مجانا. يقول الطاهي إن ما يقدمه من حساء العدس لا يفتأ أن يوزع بمجرد الانتهاء من طهيه، ففي الخارج ينتظر المحتاجون منذ مدة للحصول على الطعام. أضحت هذه الأماكن في العديد من المناطق المهمشة ملاذا لمئات الأسر في القطاع. في أول أيام رمضان قمنا بعمل كبس أو جريشة، فكانت الأعداد هائلة بكم لا تستطيع التكية توفير هذا الكم الهائل. قمنا بعمل عدس مجروش على أساس أنه تخف الأعداد، ولكن تفاجأنا أن حتى كمية العدس التي نقوم بعملها لا تكفي. يرضى المحتاجون بقسمتهم اليوم على أمل الحصول على طبق طعام آخر في يوم جديد. صالح النطور، العربي، قطاع غزة.